نحن هلا بالرسالة المحررة. هاي آلية دمر الجيش الحر، دمروها أبطال لواء خالد الوليد. هاي كان فيها الجيش الخائن عم يقتل فيها أطفالنا ونسائنا وشبابنا. شوفوا وين داخلي، داخلي على منطقة سكنية. بس بعون الله وهمة أبطال الجيش الحر، وهمة أبطال لواء خالد الوليد دمرت هاي الآلية. الله كبير، نحن راح نقول للجيش الخائن وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. الله أكبر، الله أكبر.